يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد، أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك، وأنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك عظم وجهك، سبحان ذا الوجه الكريم والعرش العظيم والسلطان القديم. سبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحان من يقول للشيء كن فيكون، سبحان من أمره بين الكاف والنون، سبحان من نجى نبيه يونس من بطن الحوت، ونجى نبيه موسى في التابوت، ونصر نبيه محمد بخيوط العنكبوت، ورد نبيه يوسف لأبيه يعقوب. سبحانك يا مدبر الأمر ويا فارج الهم، سبحانك يا مجيب دعوة المضطر. من ذا الذي سألك فرددته؟ من ذا الذي طلب منك فمنعته؟ من ذا الذي تاب إليك فلم تقبله؟ من ذا الذي سألك فلم تعطيه؟ من ذا الذي التجأ إليك فلم تجبه؟ من ذا الذي استنصر بك فلم تنصره؟ سبحانك 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 سبحانك، تعلم مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار، وتعلم عدد ورق الأشجار. سبحانك سبحانك يا الله، يا نور السماوات والأرض، يا نور، يا رحمن، يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من على العرش استوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا غفار يا غفار، يا من تقلب الليل على النهار وتقلب النهار على الليل. سبحانك سبحانك، على بابك واقفين ولرحمتك راجين، وأيدينا إليك مبسوطة على بابك واقفين، يا أرحم الراحمين. صل اللهم على الحبيب، خير من مشى على الأرض وصام وصلى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا غلقت في وجوهنا الأبواب، يا فرجنا إذا انقطعت بنا الأسباب، يا فرجنا إذا تخلى عنا الأصحاب والأحباب. يا الله يا عظيم الشأن يا الله، يا عظيم الشأن يا الله، يا حسن التجاوز يا الله، يا رفيق بالمحسنين والمساكين والضعفاء والمحتاجين يا الله. نحن الأذلاء بين يديك يا الله، نحن التائبين إليك يا الله، نحن العائدين إليك يا الله، نحن المستغفرين يا الله، نحن المذنبين يا الله، نحن المساكين يا الله، نحن المرضى يا الله. على بابك واقفين، على بابك واقفين، ولرحماتك متعرضين، وفي هذا اليوم الكريم لمغفرتك راجين. يا الله يا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا أفرغ علينا
صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا من نورك ما يغنينا ويكفينا ويشفينا ويحمينا ويرزقنا ويسترنا ويكفينا ويحصننا من بين أيدينا ومن خلفنا ويحمينا. لا إله إلا الله الجواد الحليم الذي ينظر إلى عباده ويباهي بهم الملائكة ويغفر لهم ويرحمهم. يا رب نحن من عبادك فتغمدنا برحمتك، يا من رحمته وسعت كل شيء تغمدنا برحمتك. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا وأزحته، ولا دينا إلا وقضيته، ولا مسجونا إلا وفككت سجنه، ولا مأسورا إلا وفككت أسره، ولا مريضا إلا وشفيته، ولا غائبا إلا وبالسلامة أعدته لأهله وولده. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة وفي هذا اليوم حاجة إلا قضيتها لنا. اللهم أعطنا حاجتنا، اللهم وأعطنا مسألتنا، اللهم أعطنا ما يرضيك عنا، اللهم وأعطنا ما تفرح به قلوبنا. يا رب قلت وقولك الحق، أمن يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا، تعلم ما في قلوبنا، تعلم ما أهمنا وأحزننا، تعلم من ظلمنا، تعلم من تكبر علينا، تعلم من آذانا، تعلم من آذانا، تعلم من آذانا، تعلم من سحرنا، تعلم من حسدنا، تعلم من كاد لنا الأذى، تعلم من تكلم علينا بالنميمة والبغضاء والفحشاء، تعلم من قلب قلوب الناس علينا، تعلم من أراد بنا السوء وكاد لنا السوء، وليس لنا رب سواك فندعوه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. ربنا لا تجعل على الأرض لنا ظالما يا رب العالمين. اللهم من أراد ظلمنا أو إيذاءنا أو المكر بنا اجعل كيده في نحره ورده خائبا مخذولا، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا وحاسدينا والماكرين بنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا حتى لا يستطيع أحد إيذاءنا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم احفظنا واحفظ آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وبيوتنا وأموالنا وأعمالنا وكل ما وهبتنا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. احفظنا فأنت خير الحافظين، وارحمنا فأنت خير الراحمين، وقونا بقوتك يا متين، وانصرنا بنصرك وبالملائكة وبعبادك الصالحين. اللهم أحطنا بالطيبين والصالحين والطيبات والصالحات، واصرف عنا أهل السوء، واصرف عنا جيران السوء، واصرف عنا أصحاب السوء، واصرف عنا أقارب السوء، واصرف عنا كل سوء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك وهابين، لك مطواعين، إليك منيبين يا رب
رب العالمين. اللهم حببنا في الإيمان، وزين الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن حفظة القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ارزقنا بكل جزء من القرآن جزاء عظيما، وارزقنا بكل سورة من القرآن سرورا وفرحا، وارزقنا بكل آية من القرآن آية تنصرنا بها على من ظلمنا، وتعزنا بها على من أذلنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا نورا، وعلى الصراط نورا، وفي القبر نورا، إلى الجنة إماما وقائدا. لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. ارحم آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وطهره من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره نور، وأفسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، وافرش قبورهم فراشا من الجنة، واطعمهم طعاما من الجنة، واسقهم سقاء من الجنة. ومن كان يا رب من آبائنا حيا فأحيه على الإيمان والسنة والقرآن والصحة والقوة والعافية، وأحسن خاتمتهم، واجعل خاتمتهم وخاتمتنا خاتمة السعادة، ونحن صائمين ساجدين عابدين بين يديك في روضة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من زوار بيتك الحرام والحاجين والمعتمرين له كل عام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة كل عام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة كل عام. اللهم اجعلنا لبيتك زائرين، ولأهل الصلاح مصاحبين، وعن أهل الفسق والمعاصي مبتعدين ومنصرفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر زواج المسلمين. اللهم يسر زواج المسلمات. اللهم واخلف عليهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. يا رب واجعل بيوتهم بيوتا صالحة يقرأ فيها القرآن، ويقام فيها القيام، ويصام فيها الصيام. واجعل يا رب ذريتهم من الصالحين الحافظين للقرآن. اللهم زد في أموالنا، اللهم زد في أولادنا، اللهم زد في أملاكنا، اللهم زد في أعمارنا، اللهم زد في صحاتنا، وبارك في كل شيء أعطيتنا. اللهم لا تحرمنا البركة. اللهم بارك لنا وبارك فينا وبارك علينا، واطرح فينا البركة، واطرح لنا البركة في كل شيء. اللهم بارك في أعمارنا، اللهم بارك في صحاتنا وقواتنا وأهلينا وأموالنا وأرزاقنا وأزواجنا وزوجاتنا وبيوتنا وطعامنا وشرابنا وكل ما وهبتنا. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض من كل مرض جسدي. اللهم اشف كل مسحور من كل مرض روحي. اللهم اشف كل محسود من كل عين حاسد وحاقد وعدو. نعوذ بك من حر العين وبرد العين ووصب العين. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. يشفينا ويحمينا ويغفر لنا ويفك عنا السحر والحسد والتعطيل. يا شافي الأمراض اشفينا. يا رب مكروا بنا، يا رب حسدونا، يا رب سحرونا وعطلوا أمورنا، ليس بخطأ منا ولا ذلل منا، ولكن بقبح قلوبهم وغيرة قلوبهم
وبغضهم وحسدهم علينا يا ربي من لنا يشفينا من هذا الضر يا ربي يا من أجبت نبيك أيوب عندما ناداك وقال مسني الضر ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعذاب ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعذاب يا شافي اشفينا اشفينا من كل سحر وحسد وتعطيل اشفينا من عيون الحاسدين ومن حقد الحاقدين وقلوب الماكرين اللهم احفظنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأزواجنا وذرياتنا وبيوتنا وأموالنا وكل ما وهبتنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا يا حنان يا منان اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام كل عام اللهم من علينا برضاك واملأ قلوبنا برضاك وأجسامنا بالصحة والقوة والعافية واجعلنا لك طائعين واملأ أيدينا بالرزق واجعلنا من المتصدقين وبارك في أعمارنا واجعلنا لك عابدين وأحسن خاتمتنا واجعلنا عندك من المقربين يا ربي هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.